عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن هنا قاسم قاسم كما عادته يواصل الثورة في هذا الحديث الصباحي. شكون اختطف الشباب؟ مجموعة أمنية اختطفت شباب حكم عليهم الحاكم بسماح الدعوة. علاش؟ وشكون اللي عمل الشيء هذا؟ يا واضح بل العصابة، عصابة الساحل بالذات هي اللي ما زالت متمكنة من وزارة الداخلية، والعصابة هذه هي عصابة كمال الطيف، هي اللي هجموا على دار وزير الداخلية للتهديد متاعه والإرهاب متاعه، يعني وزير الداخلية اللي قبل هذايا في القصرين. والمجموعة هذه بالضبط هي اللي هجمت على وزارة الداخلية وفكوا المنقالة متاع وزير الداخلية إثر الثورة. يعني الشعب التونسي تحت رحمة هذه العصابة التي يجب التخلص منها بالقوة ولا غير القوة، وإسقاط هذه الحكومة البربرية، هذه الحكومة الفاشية، حكومة عصابة الساحل. إلى هنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.